أعزائنا مشاهدي فضائيات نورسات، بالمحبة نلقاكم من جديد في برنامجنا الصمت يتكلم، ونرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأخت أوريليا. أهلا وسهلا سر أوريليا. فيكي، شكرا. الأخت أوريليا مطر من تنورين لبنان، قامت بخدمتها التعليمية في الأردن لسنوات عديدة، والآن تقوم بخدمتها الرهبانية في دير الوردية شميساني، تسهر على راحة أخواتها الراهبات وترعاهن بمحبة وابتسامة لا تفارق وجهها. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع العمر الثالث، كيف يستقبل المكرس عمره الثالث. سير أوريليا، بأي عمر قررت تصيري راهبة؟ 20 سنة. 20 سنة، وقديش صار لك راهبة تقريباً؟ من 63 ندرت، قبل الابتداء طبعاً. نعم. أي. يعني 52 سنة. 52 سنة، وقديش صار لك في الأردن تحديداً؟ بالأردن من سنة 63. من سنة 63 لهلا متواصل. رحت سنة واحدة على النت الحمراء. نعم. ورجعت على الأردن. نعم. رجعت على الحصن. نعم. شو أنواع الرسالة اللي قمت فيها في الأردن خلال خدمتك الرهبانية؟ كانت تعليمية. نعم. تعليم عندي كان هواية، وتحققت هالهواية بس بلشت بالتعليم طبعاً. نعم. 34 سنة، لغة عربية. نعم. بيطبع مع تربية دينية، تربية فنية. وأحب شيء كان عندي، كنت أحضر البنات لأول أرباني والتثبيت. نعم. بس أجمل شيء كان أول أرباني. أول أرباني، يعني هاي كانت فرحة تبقى كبيرة مع كل بنت تعمل أول أرباني. نعم. سير أوريليا، حالياً أنت موجودة في شميساني، كيف بتقضي وقتك؟ شو الأمور المهنية اللي بتقدري تعمليها؟ هلأ أنا خففت كتير من شغلي بشميساني. نعم. في عندي ست بتهتم بالمطبخ وكل شيء، وبنت كمان بغيابها، وفريق من البنات والشباب الحراس بيرتبوا كل شيء. نعم. طبعا انا بقول لهم ايش بدي. نعم. بقول لهم شو يساووا، بساعدهم وقت الضروره كثير، وبضل عندي وقت لترتيب الدار. نعم. استقبال الضيوف. نعم. بسال الرهبات شو بيحبوا وبعمل لهم. في كمان مزرعه بروح عليها، بدير بالي عليها، والرهبات منتزه لهم، بنروح بنتنزه فيها وبنرجع الدار. نعم. كراهبة خلينا نقول في عمر في العمر الثالث، كيف بتعيش روحانيتك، حياتك الروحية؟ هلا في أنا من أنا وطفلي. نعم. استحضار الله واجب كان، ومع عمري عشت لحالي. حلو. هلا حاليا في وقت للكنيسة أكثر. نعم. للتأمل والسجود للأربان، للمسبحة، في نوايا كثيرة على الأرض، وإن شاء الله الله يحقق نوايا. نعم. بس مش كافي بعد، لازم يكون كثير أكثر، لأنه الحياة تتكمل بدها أكثر من هيك، وخصوصي هلأ صار الإنسان قريب مثلي أنا، قريب للهدف، يعني للمحور اللي هو المسيح. صارت بطلب إرادة الله أي ساعة بدو تكون حاضرة يا حبيبتي. الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله، إنه بيتقبل صلواتنا وهيك. نعم. سير أوريليا، أهلك في لبنان مزبوط؟ نعم. كل قديش تقريباً بتزوريهم؟ بالصيف بروح لشهر. نعم. وبالشتوية بعمل كمان زيارة قصيرة ل15 يوم. نعم. والكنيسة قريبة من البيت، ودير رهبان عنا هوني كمان، حدنا في رهبان قديسين، ومن قرايبي كان كتير في رهبان قديسين. هلأ في أبونا لويس بس بمير شربل. نعم. في أبونا هاني كمان موجود بالدير. نعم. أبونا جابي عند البطركية. نعم. هودي ثلاثة من قرايبي اللازم بحب. أكيد في بالرهبنة أعمار مختلفة، في رهبات في عمر الوسط، رهبات شابات، رهبات في العمر الثالث. شو نصيحتك للرهبات الشابات إنه كيف يتحضروا من هلا فعليا حتى يستقبلوا العمر الثالث في الرهبنة؟ يضلوا مثل بهني، وهلا هني بأوج النشاط والهمة. نعم. وقايمين بهالصرح الكبير اللي هو الكلية. نعم. بشكره دايما، يعني بشوف بالصغار انه العمر الواعد للرهبنة. نعم. الوسط بشوفهم هني أعمدة الرهبنة حاليا وهني المستقبل.
نعم. والله يوفقهم ويكتبهم إن شاء الله لأن منهم نكتب. آمين إن شاء الله. سير أوريليا، شو بتوجهي دعوة أو رسالة للصبايا اللي ممكن عم بسمعوا صوت ربنا بدعوهم للحياة المكرسة بس عندهم مخاوف معينة مش قادرين يخطوا هاي الخطوة وياخدوا هذا القرار؟ أنا بتمنى أنهم يسمعوا الصوت الصح، ومرات بتلاقي بنات وبحكي معهم. نعم. بس اليوم حالياً رسالة الشبيبة أخذ دور كتير من الرهبانيات. نعم. يعني بتقلي البنت أنا قايمة بمثل أنت بتشتغلي، شو جابني أعمل رهبي؟ الأم بتقلي ما عندي شيء غير هالبنت تعطيكم إياها. يعني بطل في أطفال كمان بالبيوت تيقدروا يكونوا، بس اللي بدها تعمل رهبة أنا بصلي دايماً مشان دعوات الرهبانية، يوم بصلي لهم. نعم. لأنه الحقيقة أنه لازم تكون أكثر من هيك نمو دعوات. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إيه أنا بعرف أنك ماهرة في الأعمال اليدوية، فهل تطريز. وقتك بتقضيه إذا كان عندك شوية فراغ أكيد إلى جانب الصلاة بتشتغلي بتنتجي أشغال يدوية بالسهرة؟ أنا وقعدي بالسهرة مع الرهبة. نعم. بطرز، بحب التطريز كتير وعم بعمل شي حلو كتير أكيد. وأكتر شغل الكنيسة. زي إيش مثلاً ممكن بتطرز شغل الكنيسة؟ فوات الكاس، كارنتيرات هيكل. نعم. شراشف، سنارة كمان. حالياً بشتغل طقمين للصالون بس بدي بواحد ورح كمل تاني قبله. بسم الله عليك. بعمل شراشف كمان وهيك كل. نعم. وقت السهرة بطلع التلفزيون بحكي مع الرهبات وكمان بكون عم طرز. يعني أنا بحس أنت من الأشخاص اللي فعلاً بيعيشوا نذر الفقر حتى في الوقت إنه ما عندك وقت تضيعيه، دايماً مشغولة في عمل يفيد الرهبان. كمان التطريز حلو، انت بتشتغلي بتشوفي الشيء عم بيطلع قدامك مثل كأنه طبيعي. نعم. بتكوني فرحانه فيه. نعم نعم. بتحبي الشغل. سير أوريليا بشكرك على حضورك وعلى مجيئك. مرسي. ربنا يباركك ويبارك خدمتك الطويله في الرحبه. مرسي كثير لك وبشكرك كثير. شكرا. وبشكر الاخوان كمان والصبايا الحلوين. نعم. الله يوفقهم وهيك، وإن شاء الله الدوام للنور ساعته لكم ولكم. آمين. إن القديسة ماري ألفونسين لم تكن في شيخوختها أقل سعادة من شبابها، فمضت إلى عين كارم راضية كل الرضا لأنها ستكرس في ذلك البيت الغالي قواها الأخيرة لخدمة المحبة. ولكن صحتها للأسف بدأت تضعف وتخور ولم تعد تطاوعها على العمل، لذلك أعفيت من مسؤولياتها وهكذا أتيحت لها العودة إلى حياتها التأملية دون أن تكف عن القيام ببعض المهمات البسيطة، فكانت على أتم الاستعداد لتأدية أي خدمة تكلها إليها أخواتها الراهبات. أما ما فضل من وقتها فكانت تقضيه في الكنيسة. لم تنسى الأم ماري ألفونسين أن العذراء أوعزت إليها يوماً بقولها: أريد أن تتلى في الدير الوردية الدائمة نهاراً وليلاً، وكان صدى هذه الكلمات لا يزال يتردد في أعماقها، لذا كانت تنهض عند منتصف الليل وتمضي إلى الكنيسة لتحقق ما شاهدت في الرؤية. وكثيراً ما غفلت عن الوقت ولبثت دائبة على الصلاة حتى انبلاج الصبح. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء في الحلقات القادمة.